أهلا بكم في الدرس الأول، وهذه المقدمة التعريفية بدورتنا التطبيقية التي سوف نسعى من خلالها لمحاكاة آلية عمل كبرى الشركات، وذلك من خلال إكساب السيارات ميزة القيادة الذاتية (Self Driving). فمع تقدم التكنولوجيا والعلوم الحديثة، نرى كثير من الشركات، سواء كانت شركات قديمة أو ناشئة، تسعى للقيام بإنتاج سيارات بهذه الميزات، ومن أشهرها كما نعلم شركة تسلا التي قامت بإصدار الكثير من النماذج والكثير من السيارات تتميز في القيادة الذاتية، وغيرها من الشركات مثلا كشركة ويمو التابعة لجوجل. ونرى كيف أن السيارات في هذه النماذج مزودة بحساسات وكاميرات لمراقبة البيئة والطريق واتخاذ القرارات نسبة لذلك. إلا أنه في مثالنا، بما أنه فقط نقوم بالتعامل مع البرمجة، لذا سوف نسعى للقيام بتطبيق سيلف درايفنج والقيادة الذاتية، وذلك نسبة إلى محاكي سيموليشن. فسوف نقوم باستخدام محاكي مخصص ومصمم للقيام بالتحكم بالسيارات، وسوف نرى آلية تشغيله وتطبيقه خطوة خطوة. وأيضا سوف نسعى للقيام بجلب داتا بشكل مباشر من هذا السيموليشن، والقيام بإنشاء موديل باستخدام تقنيات الذكاء الصناعي والماشين ليرنينج التعلم الآلي للتحكم بهذه السيارة. أما بالنسبة للبروجرامينج والبرمجة، فسوف نسعى للقيام باستخدام لغة البرمجة بايثون كما قلنا، من أجل القيام بإنشاء ماشين ليرنينج، ولكن سوف نقوم باستخدام مكتبة بايتورش، وذلك لأنه كثيرا في دورتنا قمنا باستخدام تنسر فلو. فعلى هذا الأساس وجدنا أن استخدام بايتورش هنا سوف يعزز الخبرة والمهارات في استخدام هذه المكتبة. وكما قلنا أن التوجه الأساسي هو باستخدام الديب ليرنينج التعلم الآلي باستخدام الذكاء الصناعي. لذا سوف نرى كيف نستطيع القيام بإنشاء هذه التطبيقات خطوة خطوة، وأخذ فكرة عن آلية عمل هذه الشركات، وكيف تستطيع القيام فعليا بإكساب هذه السيارات مهارة القيادة الذاتية دون القيام بالتدخل البشري والقيام باتخاذ القرارات في الانحرافات اليمينية واليسارية وتتبع الطريق. وكل ذلك سوف نراه تباعا في هذه الدورة. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقدمة. أرجو أن تكون هذه الدورة ممتعة وشيقة وتعليمية وغنية بالمعلومات المفيدة. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.